صلاح كان في 2006 مشاو لفرنسا كاس الدرون ديال فرنسا وداك الساعه كنشوفوا بتي عمر ايطاليا بتي عمر الله يذكره بخير كان مدير تقني ديال الرجاء قال لي هاد الدري هذا غتجيبونا وجيتو انا والزوين الله يذكره بخير احمد الزوين جينا انا وياه وصلاح دخلنا قال لي كتخلي لنا الدراري شافوه عجبو كيفاش منو شافوه في كاس ديال دانون قال لي كتخليني نخليه يبقى معايا يقرا يدخل السونتر وتريني قلت له ما كاين حتى مشكل قال لي نجيبو دوره من السونتر ملي دخلنا للسونتر شفنا السونتر لقيت الدراري الكبار الدراري باقي في عمر 12 عام وهذوك اللي في السونتر باركي الدراري 20 عام 18 عام 17 عام الدراري الكبار كاينين عاشي هو ازاي افريقيين وكان يكون مسير وما كذبش عليك والدري باقي صغير 12 عام ما عطاتنيش خاطرني نخليه مع اسمي قلت له ودي لا دير ما نخليهش هنا قال لي كي ما بغيتش يبقى في السنتر غادي نديو هادشي غنديو هادشي داخلي يقرا تما وجي تاني يدخل داخلي يقرا وجي تاني في الرجا اش تعيت قلت له سي عمر الله يجيك بخير قلت له هذا الصلاه غادي نديه تا من بعد ان شاء الله غادي حتى يكبر غادي يجي الرجا وفعلا هي صدقات وانا الانسان كينطق على الهواء باش ما وعدتو بغيت نقول لهم بغيت نقول لسي عمر الله يذكره بخير راه الوعد اللي عطيتك انا وفيتو كنت قلت لكم ملي كان الدري صغير غادي نجيبو لكم غادي يلعب في الرجاء ها هو جا وكان الدري راه محب ديال الرجاء وكيعجب الرجاء كتعجبو الرجاء من صغرو هو كيلعب مع الدفاع فيما كانت الرجاء كيمشي كيتبعها واحد المره ملي شدو الباك عنده صحابو دابا راه كاين صحابو اللي كانوا قارين معاه راه كاين واحد محامي كاين كوميسير كاين كل واحد كيتخرج ومشاو كملوا القرايه ديالهم في مراكش قال لي غادي نمشي نقرا مع مراكش قلت له لا قال لي واش بغيتي تردني كوايري قلت له باغيك ولدي تكون كوايري تما طبعت لي قال لي صافي جا هو تقني راه عنده تقني في لافورماتيك جا دخلتو لافاك كيقرا في لافاك وكيقرا واحد المدرسه بريفي اخرى ديال شي ديال لافورماتيك كيقرا في لافاك ويقرا في بريفي ديال سميتو لافورماتيك وشد ديبلوم في لافورماتيك راه هو تقني واش تما غادي راه واخا كان كيلعب مع بن قرير وكيقرا في لافاك كيجي يدوز المسائل يجيو الدروس ديالو ويجيو كيدوز الامتحان ومن تما ملي جا الرجاء صافي الله راه ملي كمل القرايه ديالو بن قرير جا الرجاء وكنتمناو ليه التيسير الله يعاونو الله يوفقه الله يرضي عليه وبغيت نقرب صلاح الدين باهي الجمهور بزاف باش يعرفوه منين هو صلاح الدين سوسي نشد حيت كاين كيقول لك ما عارفين لان هو اصل ديالو من سوس تردان بالضبط الدوسه ومن تاعن قومت هذا هو الاصل ديالو امو دكواليه وبو سوسي مخلط دابا مخنطر النص دكوالي والنص شلح ولكن الاغلبيه كيتبع البنادم كيتبع البو اذا اصل ديال راسوس الله يعاونو الله يرضي عليه الله يوفقه الله يبعد عليه ولاد الحرام الله ينصر على من هداه الله يستر كما استسلم بهم السنان الله يزم دار الدوله حتى فطر العز بغيتو ديما الفوق الفوق انا طاب عاطي اليه ولا ربي ليه يحاشمو انا ايوا الحمد لله امين لا هو ولا وليدات عباد الله كاملين وانت نتوما الله يرضي عليكم الله يرضي علينا هذا المجمع كامل قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.